السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن حال. هنشوف مع بعض ده خيار مزروع في صوب، خيار محمي. صنف الخيار اللي هنشوفه مع بعض في الفيديو ده هو خيار صنف اسمه بلجينو. الخيار البلجينو اللي شايفينه مع بعض ده تاريخ زراعته او عمره تقريبا حاليا وقت تصوير الفيديو اللي هو النهاردة 11/1، عمره تقريبا شهر. الصور اللي شايفينها مع حضراتكم دلوقتي ديت بتاريخ 31/12، يعني من حوالي 10 ايام او 11 يوم تقريبا. تصوير الفيديو اللي شايفينه دلوقتي مع حضراتكم ده تصوير النهارده 11/1، النهارده الاثنين 11/1، التصوير ده النهارده، يعني بعد بالظبط 10 ايام او 11 يوم من الصور اللي شفناها في اول الفيديو. ودي كانت النتيجه، وكان الفرق الملحوظ او فرق النمو اللي ظاهر دلوقتي قدامنا في الفيديو ده حصل في 10 ايام او 11 يوم للدقة. يعني تمت معاملة الخيار ده بالنسبة للتسميد وتغذية النبات بشكل عام، تمت معاملته للمرة الاولى تسميد ارضي بمركب اجروماكس، تم الاضافة ليه بمعدل 4 لتر للبيت المحمي، للبيت الواحد. البيت الواحد او البيت المحمي الصغير كثافته النباتية 1200 نبات، فهنا احنا استخدمنا 4 لتر اجروماكس للبيت اللي هو ال 1200 نبات. طبعا شايفين انه زي ما احنا شايفين، لو هنلاحظ الزهر والعقد اللي حاصل في النبات، هنلاحظ ان في اول 20-30 سنتي معانا من النبات هنلاحظ ان فيها من 15 ل 20 ثمرة كمتوسط. طبعا لسه في تفريعات جانبيه ان شاء الله هتتم. احنا بنتكلم او بنقول دلوقتي ان بس 10 ايام او 11 يوم، خلينا نقول 11 يوم من بدايه استخدام مركب اجروماكس، ودي النتائج بتاعته. البيت ده او الصوبه دي ما تمش الاضافه ليها باي اسمده تانية غير اجروماكس فقط لا غير، ما فيش اي اسمده مركبه تانية استخدمت، سواء 19 ان بي كي او 20 او كده، ولا اسمده احاديه اللي هي اليوريا ونترات النشادر او سلفات النشادر او غيره. تم الاعتماد بس على اجروماكس، وتمت الاضافه للبيت ده 4 لتر في الرايه الواحده. اول اضافه زي ما قلت كانت يوم 31/12، وبعد كده تمت الاضافه مرتين كمان، اخرهم كانت يوم السبت الماضي اللي هو من يومين تقريبا، اللي هو كان بتاريخ 9/1. يعني تم إضافة 4 لتر 31، وبعدها بحوالي 4-5 أيام تم إضافة 4 لتر كمان، ويوم السبت اللي هو 9/1 تم إضافة 4 لتر تانيين، هو 4 لتر التسميدة للبيت الواحد اللي هو 1200 نبات. يعني ثلاث تسميدات اجروماكس هي اللي وصلتنا بإذن الله وبمشيئة الله تعالى، هي اللي وصلتنا النتيجة اللي احنا شايفينها دي. طبعا النبات كان اتعرض في البداية كان اتعرض لإصابة فطرية وهي البياض الزغبي، وكمان كان اتعرض لإصابة حشرية بالحشرة الصقبة المصة وهي حشرة المن. هنلاحظ طبعا كلمة السر في اللي حاصل ده، بالإضافة طبعا لتركيبة اجروماكس الفعالة والممتازة جدا ونتاجتها على النبات زي ما حضراتكم شايفين في استطالة السلميات وكسرها. ان السلمات عندنا هنا مش طويلة اطلاقا، سلمات قصيرة جدا. لو هنلاحظ في الفيديو حجم السلمية ما يتعداش العشرة سنتي، على اقصى تقدير ما يتعداش العشرة سنتي. وطبعا يهمنا في الخيار ان حجم السلميات او طول السلميات نفسه يكون قصير، كل ما كان طول السلميات طويل او اكتر من 10 سنتي ده طبعا مش مستحب خالص في الخيار، لانه هيأثر على الانتاج بالسلب. وكل ما قل طول السلميات عن 10 سنتي او اقل ده طبعا يكون ممتاز ويكون افضل، وبالتالي هيدينا انتاج اعلى. طبعا ما تدخلناش باي رش مغذي خالص او اضافة عناصر كتسميد ورقي، بس تم رش ليه النهاردة اللي هو اليوم الاثنين 11/1، تم رش البيت المحمي، هو نفس البيت اللي احنا مصورينه ده، تم رشه بمركب اجروستون اللي هو المركب بتاعنا اللي هو التسميد الورقي. وده لسه مش نتيجته مش ظاهره، لان هو لسه اتعامل بيه النبات النهارده بس. تمام، ان شاء الله هنتابع مع بعض في فيديوهات جايه باذن الله البيت ده تحديدا، وهيكون في متابعه اسبوعيه للتطورات اللي حاصله ووضع النبات كان ايه بالظبط وايه اللي حاصل فيه. طبعا زي ما قلت لحضراتكم، كلمة السر في الخيار الشتوي في الصوب او في البيوت المحمية هي الري. يعني المفتاح، مفتاح نجاح زراعة الخيار،
في الصوب المحمية. بالنسبة للخيار الشتوي مفتاح النجاح بتاعه في الري، مش اكتر من كده. طبعا ما علينا من الجزئية بتاعت الاستخدام اسمدة مركبة ممتازة، بالاضافة لكده واللي هيؤدي لنجاح الزراعة ولنجاح الخيار وانتاج ممتاز وانتاجية عالية، هو التحكم في الري. هنلاحظ هنا ان التربة زي ما احنا شايفين مفيش اثر للمية، مفيش في التصوير واضح قدام حضراتكم، مفيش مش باين دلائل لوجود مية في التربة. ده ليه؟ لان احنا بنروي هنا طبعا الارض زي ما احنا شايفين ارض صمرة تقيلة، فالري كله بيكون في الرية الواحدة من 10 دقايق ل 15 دقيقة كحد اقصى. يعني الرية الواحدة بتكون 10 دقايق ل 15 دقيقة كحد اقصى. طبعا من بداية الري احنا بس بندي دقيقة في اول المية، دقيقة دي اللي بتكون مية بيضة، مية بدون اضافة اسمدة، هي دقيقة واحدة في اول الري. بعد كده مباشرة بنكون مجهزين التسميد بتاعنا ونبدأ نفتح السمادة، نبدأ نسمد مع مية الري. نخلص تسميد تقريبا، وقت التسميد هياخد تقريبا حوالي 10 دقايق. بعد العشر دقايق تسميد بندي دقيقة او دقيقتين مية بالكتير، وبعد كده خلاص بنفصل المية عن البيت. فاجمالي الوقت بتاع الري بيكون من 10 دقايق ل 15 دقيقة كحد اقصى، وهو ده سر النجاح في زراعة الخيار الشتوي في الصوب. لان لو زودنا المية عن كده هيؤدي لمشاكل كتير جدا، على رأسهم طبعا اعفان الجذور اللي هتنتشر بشكل غير طبيعي، بالاضافة طبعا للامراض الفطرية اللي برضو هنهيئ لها البيئة المناسبة. بوجود الرطوبة العالية هيكون البيئة مهيئة وملائمة جدا لانتشارها ولنمو الفطريات دي، على رأسهم طبعا البياض الزغبي ويجي بعدهم البياض الدقيقي، وده هيسبب مشاكل كتير جدا احنا في غنى عنها. بس ان احنا نركز في عملية الري، الري زي ما قلنا يكون بحساب ويكون بمحدودية. الفكرة كلها مش بكتر المية ولا بزيادة الري، فكرة كلها في التحكم في الري، وان انت تدي للنبات المية اللي هو محتاجها مش اكتر من احتياجاته. احنا في فصل الشتاء، فالنبات مش محتاج مية كتير ومفيش بخر ومفيش احتياج لكمية المية الكتيرة دي. ان شاء الله هنتابع مع بعض الفيديو ده اسبوعيا زي ما قلنا، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي هنصور نفس البيت ده وهنشوف التطورات اللي حصلت فيه، وهنستعرض مع بعض وهنعرض نتائج الاجروستون المركب اللي استخدمناه رش ورقي ومع استخدامنا للأجرو ماكس تسميد أرضي. أتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتنسوش تقولولنا رأيكم في كومنت وتعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان تشوفوا فيديوهاتنا اللي جاية، وياريت تعملوا شير للفيديو عشان الكل يستفاد، ويا رب يكون الفيديو قدم لكم معلومة مفيدة. شكراً.